والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس في نشاط التاسعة. مرة أخرى رجائي رمزي. شكرا سحر، شكرا ريهام. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات والمدن في الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 21 صغرى، فيها 16 معتدل. الإسكندرية 20-13، مطروح 20-12، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 22-13. أما محافظة السويس العظمى فيها 23 الصغرى، فيها 15 جو معتدل. عريش 22-12، طابة 22-14، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 26-16. محافظة الأقصر العظمى فيها 25 الصغرى، فيها 12، أسوان 26-13، وادي الجديد 25-8، شلاتين 27-20، حلايب 25-21. الآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع